بدنا كيلو كوسة شرائح مشوية، نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة واحدة، كوب جزر مبروش، وكوب واحد مشروم. بدنا نص كوب صلصة الطماطم، ملح فلفل أسود، معلقة صغيرة بهار، ورشة جوزة الطيب. الأكي تمام. للبشاميل بدنا لتر حليب قليل الدسم، 4 معالق كبار طحين، كوب جبنة شدر قليلة الدسم وبس. اوكي يا غادة، اليوم كله قليل الدسم تمام. يلا ممتاز. بصي، اللي عايز يعملها بحاجات عادية بيقدر يعملها، لأن هي أصلا بجميع الأحوال مغذية وكويسة. بس حبيت الكوسة مشوية والمشروم كمان كتير زاكي شكلها. الكوسة أنا عملت فيها إيه، بس دهنتها بشوية زيت زيتون وشويتها في الفرن، قطعتها شرايح زاكي وشويتها في الفرن. حلو. أنا كمان الكوسة بجميع أحوالها كتير زاكي، مشوي أو مقلي صح أي صح. حاجة. طيب شوفي دلوقتي، خلينا نكسب ايه وقت ونعمل ايه. هناخد الحليب اللي عندنا، احنا دلوقتي عندنا 4 معالق طحين كبار، لاني عندي 4 كوبايات حليب، فكل كوبايه حليب بنحط لها معلقه كبيره من الطحين. فهناخد شويه حليب هنا، ممكن في الخلاط وممكن على ايدينا. اوكي. بس هخلط الحليب اللي عندي مع الطحين علشان اعمل البشاميل اللايت. حلو. يعني انا مش هحطه على النار واحمص الطحين. لا. ممكن ممكن تحمص الطحين لوحده، بس بصراحه ما لقيتش فرق كبير في الطعم ابدا يعني. بس اللي حابب ممكن يحمص ال4 معالق طحين على النار في مقلايه، وبعدين بيضيف عليهم الحليب ويقلب وبنكمل عادي. الطحين والحليب اللي مع بعض. بتديريه على حليب؟ هلا عم على حليب ساخن، بدل ما انا لو حطيته من الاول هضطر طول ما انا واقفه اقلب. مظبوط. فكده احنا بنختصر الوقت اللي هنقف فوق الطنجره. طيب دلوقتي انا هضيف بقيه الحاجات اللي عندي. عندي هنا المشروم، هنحط دلوقتي الملح، هنحط الفلفل. هحط شوية جوزة الطيب. ايش بقى لما باجي بلف بيها دي بيلف. فاحط شوية جوزة الطيب هنا، وعايزة احط كمان على البشاميل شوية. حلو. ودايما جوزة الطيب حاولوا بشرها يكون طازة. بتضل صح، بتفرق كتير من لما نبشرها او نجيبها مبشورة جاهزة. اسكنكتها. Okay. خلاص هحط دلوقتي صلصة البندورة اللي عندنا، وهحط عليها مية وبس، هخليها شوية تتسبك. إذن هون عندنا المشروم والجزر المبروش واللحمة والبصل. Okay. والبصل والجزر. والجزر ومرقة البندورة. أيوة. وكل ده عملناه بمعلقة زيت. لو تلاحظي بقى البشاميل مفيهوش نقطة دسم أبدا، ولا زبدة ولا سمنة ولا أي حاجة. صح. وهنا بيجي الريحان بيعطي نكهة كتير زاكي، إنه مش ضروري يكون الدسم اللي معطي النكهة. فإذا بتضطروا كتير مرات نخفف دسم، كتير في مطيبات بتعطي نكهة كتير زاكية. دي كده تركة اتعلمتها من جدتي الله يرحمها. يعني باخد تقريبا مثلا 3 4 معالق من البشاميل بحطها للصوص. أيوه. فبتخلي الصوص كده مختلف. اوكي حلو. طيب هبتدي ارص شرايح الكوسة اللي عندنا، وزي ما قلنا بتقدروا تعملوها بالبتنجان، باي حاجة عندنا خضار احنا بنحبه ممكن يتشوي يعني. بنقدر نعملها بيه. والله تخيلتها زاكية هاي انا. كتير لذيذة. شوف
شوفي ريحة الريحان جميلة جدا. اوكي احنا ضل معنا 3 دقائق. لا والله والله يمأسك الريحة تجنن، كتير حبيتها كده جري الوقت. ليه 3 دقائق؟ ريحة البيزل بتشهي. اه لا بيساعدنا بيعطينا زيادة. اه خا ماشي خدي راحتك بقول لك. انا بس عم بدوق الجبنة. ماشي طيب دلوقتي هحط كمان. ما بدك ترشي جبنة بيناتهم؟ يعني ما انا بقول لك حطيت بشاميل. مش عاملين هالقد دايت يعني. مش عاملة؟ لا وحتى لو عاملة كله هنا عندنا خفيف. ايوه اوكي. زاكي هاي جبنة. انت عاملة دايت؟ لا مش قوي. مش كنت عاملة؟ تقريبا. وقلنا لك ان انت مش محتاجة. مش محتاجة؟ لا مش محتاجة. وكل ده وعلى الفرن كله عندي مستوي. انا بس عايزه المكونات بس تتجانس شويه. معناته ما بدأ إشي بالفرن؟ يعني انت ربع ساعه بس. شكرا على المتابعه. ما تنسوا تشتركوا بالقناه ليوصلكم كل شيء جديد.